السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكون أحوالكم بخير وعلى خير. هذا الفيديو غادي نقدم لكم فيه طبق العدس على الطريقة ديالي، كيجي تقريبا على شكل شوربة. كنتمنى ينال إعجابكم. فرجة ممتعة. غادي نحتاج 250 غرام ديال العدس، خضر غادي نحتاج 2 ديال المطيشات الا كانوا صغار او لا واحده كبيره، واحد جعده، نص ديال فلفله خضراء، وغادي نحتاج نص ديال البصله او لا بصله صغيره، واحد الدرس ديال الثومه، عندي 2 معالق كبارين ديال القزبر والمعدنوس، وطبعا زيت الزيتون. غادي نحتاج من الزيت واحد كاس صغير، يعني ما يعادل 12 سنتيلتر. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الكمون، سكنجبير، فلفل احمر، الابزار، والخرقوم، واكيد الملح. اول حاجه غادي نغلي العدس ديالي في الماء واحد المده ديال 5 دقائق، باش غادي نزولوا هذيك الكحوله اللي كتكون فيه باش ننقيه مزيان، وغادي نغسلو بهذه الطريقه. غادي نعاود نضيف ماء اخر من جديد، وغادي نضيف هذيك الخضر ديالي من بعد ما حيدت لها طبعا القشره. غادي نضيف الزيت والتوابل، وصافي غادي نغطيها ونخليها تطيب واحد نص ساعة على نار متوسطة. من بعد ما دازت نص ساعة طابت نار الخضرة ديالنا، غادي نخرجها من الطنجرة وغادي نطحنها. وكنرجعها من الطنجرة وكنعملها على النار متوسطة كذلك واحد 10 ديال الدقائق. في هذه المرحلة يمكن لك تزيد بطاطا مقطعة طريفات صغارين او لا القراع، كيبقى ذلك على حسب الرغبة. وبالصحة والراحة. لا تنسى دعمي بالاعجاب والاشتراك في القناة.